تنزلها. يلا يا عم عمرو مان رحب بيك دوشة تاني المرة الثانية تألقت برضه في رمضان في مصر المفضل ما شاء الله عليك إلا إن الفترة الأخيرة برضه عمرو مان غايب عن الصحافة بصراحة والناس بقى تفتكر إن هو بيتعالى وكده فإحنا عايزينك تقول للصحافة إن أنت ما بتتعالاش أو شوف أنت عايز تقول إيه بس مبدئيا كده كلمني وبعدها تقول لي إيه الجديد عنك يعني بتصالح الصحافه احنا نبدا واحده واحده نبدا بالاول وبعدين نشوف الجديد ده نخليه في الاخر. بص انا بعدت والله فتره مش عن الصحافه بس عن البرامج وعن اي حاجه. هو للاسف وفي ناس زعلت مني بسبب ده اتعرض عليا حاجه كتير وانا ما بحبش كلمه رفضت بس انا يعني ما الظروف ما اسمحتش. لان كان حصل عليا سبوت جامد الفتره اللي فاتت على جوازي وعلى المسلسل وان انا اخدت الدور من الناس وحاجات كده الكلام اللي تداول الفتره اللي فاتت فحبيت ان انا ابعد شويه بس وانتوا بصراحه دوشه اول حد بعد الفتره دي اول حد ارجع له بس فانا ولا تعالي ولا اي حاجه بس انا عشان كان في شويه ظروف فده اللي كان بعدني شويه عن الصحافه مش اكتر.